قالوا لي انا شوفي سيري دخلي، يعني انا داك الوقت ما خرج مع الصباح، يعني غير اليوم اللي خرج، هي اليوم خرج وليدي مع الصباح. لو لحظه اطلاق النار واش كنتي حاضره لحظه اطلاق النار؟ اشنو وقع؟ بغينا نعرفوا غير اللحظه اللي تطلق فيها النار اشنو وقع؟ حتى حاجه. لا واش البوليسي هنا؟ هو الباب فواحد باب الدار هنايا. والبوليسي دهين. شويه ماشي بزاف. كيقول لي ادخل، ودخويا كيقول لي قتلني. قتلني. كيقول لي كان حامل السلاح هو ديك اللحظه. حامل السلاح. معليش. كيقول لهم قتلوني واش انا راه كنضرب مع فراسي، سيروا بحالكم، راه ما تهديش انا حتى واحد. وما ضربت حتى واحد، ولا اللي ضرب شو تبعني الا فيه شي ضربه. يتابعني سير اخويا خليني عليك. وانا طلبت شغل قلت لي ماكينه، قالوا لي سيري دخلي. قال لي ما ندخلش. شويه بقى كيهضروا معاه وهو كيضرب في راسه، كاين فيجي عنده شي بوليسي كيجيب يديرها جبد على وجهه. يعني كان في حاله هيجان مفرط هو. مفرط عقل على التعب. بالنسبه للحاله الصحيه ديالو دابا هو كيفاش؟ يلا لقيتوني غادي نطلع نشوف وليدي. جاتني الدريه الشاب طونوبيل غادي نمشي نشوف. لحقاش انا شنو الرساله ديالك امونتي على هاد المخدرات اللي كيتباع؟ انا قلتها لهم تما هما كاينين. شنو تقولي لهم؟ وكنعاود نقولها لهم. ايه امونتي شنو قلت لهم؟ شوفوا حيدوا القرقوبي، حيدوا القرقوبي والماحية، لاش ديال الدراري اللي دابا عايشين والله ما يقدروا يهزوا حتى قرطاسه، لانهم تهدوا بالمخدرات والاقراص المهلوسه واقراص ثاني حتى الصيدليه داروا حتى من الزيبا من يشربوا مسطي حتى هما كيبيعوا في الزنقه. واحد مع حتى واحد، ولكن هو الواقع ديالو مر. لا سامح اختي مينا، ما قلتي حتى شي حاجه، قلتي كلمه الحق. لحد الان كتهضري في انت ملي قلتي انت مع الرصاص ضد الناس اللي كي هذاك، راه بالعكس راه قلتي كلمه الحق. الرصاص كي هو مزيان وخايب قلتها لك ياك. بنادم الا جا عندك باغي يقتلك غيقتل الامن، اش غادي نديروا ليه؟ غنضربوه. ضروري لانه راه هذا شوف الامن هو لا يخطي الامن، حنا فرحانين بالامن. ولكن يكون شطر. صح دابا نقدروا نشدوا لكم داك، دابا درتي هذاك سميتو نقدروا. لا مش مخو ما تيجيش. يلاه سير. سي مينا، يعني كيفاش تلقيتي الخبر؟ قلتي انك انت كتصلي. انا كنت كنصلي جنب فلوس. اش غادي نجي انا قوي ما كنتش نسول السؤال. ريا نوضي. ريا نوضي راه فوق الدار. بقيت كتصلي ساريت درت السلام عليكم وعليكم السلام. نط كنجري لقيت ولد خويا عريان وشاد جوج جنان وكان مع تعدو واحد معاه، المهم قالوا لي دخل الزنقه 44 دار زنقه كبيره بحال دابا. فين وقع الواقعه؟ في 44 الزنقه 44. يا هذيك تقدر تشوفها مع شي واحد ما عرفتش. خرج قلت لها جاوي دخل بحالك، زيد دخل صافي من تما جهر ما عرفش راسو اش كيف صافي. شنو وقع في ديك الهيجان؟ هيجان هيجان اجي نحط لحقاش عرفتي علاش؟ اقراص مو الويسه بلاتي. واحد لاضروب داخل. هو اللي خلى هذاك مو حسين يقتل زهير. هو اللي خلى الولد يدخل على امه. هو اللي خلى الاب يتضرب يتقتل. راه ما كاينش في العالم ولا تقول شي واحد يقتل با ولا شي حاجه الا ما صافي. داخل فنيد خطير داخل المغرب. هذا الشيء علاش كتشوفوا الاجرام ولا بزاف 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 بزاف. صافي بنادم ولا باغي يدير جناوة شفت منه باش يولي دافع على راسه، لأن مشى الدخول ولا كيدخل عشان الديور. يلا كيفاش تضرب هو كيفاش؟ خويا هو باب الدار كيقول لي سير دخل له جناوة كيقول. صافي هو في حالة هيجان كيقول له جناوة كيضرب في وجهه كيضرب في حناك. هو ما كان كيضرب حتى شي واحد آخر من غير راسه. ما ضربت حتى واحد. واش كان في مشادة مع شي حد آخر؟ كان واش الدري مشى لدارهم، حنا جيران مشى لدارهم. ولد خويا بدا كيضرب في راسه. إيوا ولكن كاينة معطيات كتقول بأنه الوقت اللي رجال الأمن الوقت اللي قالوا ليه حيد السلاح حيد السلاح، يعني بحال قال لك تم جاي عندهم بهذوك السلاح الأبيض اللي كان هز. كيقول لهم بعدوا مني غرقت راسي. هادشي اللي كاين. كيقول لهم بعدوا مني غرقت راسي. هي اللي كيقول لهم بعدوا مني راه غرقت راسي. يعني الانسان نقول لك الدري راه مريض. راه عمرو يعني مهزوز نفسيا هو. مهزوز نفسيا عمرو ما عيط شي عيد ولا شي عوال، وكيضربوه في الطويل كيضربوه في 4 سنين.
سمعني الله خارج من الحبسه اليوم. خارج الصوابع قدم لك الروسه شنو علينا؟ قال لي فين غنمشي فين؟ قال لي اللهم نمشي للحبس صافي. وبنا كاين دابا الدراري فيهم النفس سول علي اي واحد بغلف اللي قال لك سمح انك خايف جي ديني انا في بلاصتي.